رحت الهلال، انا عارف ان انتوا لعبتوا مسابقه وخدتوا مركز تاني في اللحظات الاخيره للاسف طبعا. وقبل ما نخش على الهواء قلت لي الجمهور كان زعلان قوي، يعني جداً. الموضوع مش ان هو كره نسائيه، مش مشكله يكسبوا ويخسروا. بالظبط، هو نادي الهلال طبعا ما بيقبلش بمركز تاني او رقم اتنين ده. الهلال رقم واحد صح في كل حاجه، يعني اللي هو في باسكت في اي حاجه هو لازم يبقى رقم واحد لاخر دقيقه. احنا كنا بنحارب ان احنا نحاول ان احنا ناخد الدوري، بس للاسف بسبب نقطه واحده احنا خسرنا. خسرتوا الدوري. انت كنت لعبتي معاهم كام ماتش؟ كل الماتشات، كل الماتش من اول الموسم ما عدا ماتش واحد بس، عشان كنت لسه بخلص اوراقي هنا في مصر. هو ماتش واحد بس اللي هو كان في الدوري. بعد كده ابتديت العب معاهم الماتشات. انت المفروض مستمره معاهم لحد امتى؟ قعدك معاهم لحد امتى؟ هي دي حاجه اول مره اقولها دلوقتي ليك انت يعني. انا خلاص جددت معاهم، فدي حاجه اكيد ناس هتنبسط منها. ممتاز. طبعا وكيلي جدد لي معاهم، وان شاء الله موسم جاي تاني برضو معاهم. انتوا بتجددوا يعني سنه صح؟ هم كانوا عايزين اكتر من سنه، بس انا فضلت السنه بسنه، لان لو جالي حاجه تانية، لان الفتره اللي انا جيت فيها في مصر هنا جالي عرض من بلد كده، بلد ما، ونادي كده بيلعب دوري ابطال اوروبا. فطبعا كله هيقول لي انت ازاي رفضتي. أيوة. هو انا هقول حاجه، انا مش هضحك على نفسي، انا لسه عندي احسن من كده. فانا شايفه لو انا رحت الفتره دي انا هظلم نفسي كتير، وشايفه ان انا طالما خدت اول خطوه في الهلال ونجحت في اول خطوه، طب ليه ما اكملش مع الهلال سيزون تاني واشوف يمكن تيجي لي حاجه افضل. ولسه كمان هنلعب دوري ابطال اسيا للسيدات، فاكيد هنلعب فرق اقوى. فقلت يمكن. فطبعا بصيت لها من كل حاجه، بصيت لها في العيشه بره، طبعا في بلد غربيه غير الشرقيه، فاللي هو حاسه الموضوع كان هيبقى مرخم معايا قوي، فقلت لا خليني كده اهدى خالص، ما اتسرعش. ممكن اروح، وارد يحصل اي حاجه، وارد انا ممكن اخسر الهلال. فانا بصراحه انا من الناس اللي مش عايزه تخسر الهلال خالص، لان هو سبب من ان انا اتشاف من ناس كتير. برافو عليك. فبس عشان كده انا فضلت ان افضل في الهلال. تفكير سليم والله. صح، يعني كويس. لعب سيرجيو راموس ودماغ باولو مالديني، يعني الاثنين مع بعض. بحبه جدا باولو مالديني جدا جدا، بتعلم منه طبعا. مدافع مفضل يعني. طبعا.